السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. دنيا مختلفة لأن أنا مش في مصر، أنا حاليا في دبي وجبت الآيفون 12 الجديد. حبيت إن احنا نعمل كده مشاركة سريعة عن الحاجات الجديدة أو الانطباعات الجديدة اللي ممكن تكون هتشوفها لأول مرة في الآيفون 12 لحد ما نعمل التجربة الكاملة ونجرب كاميرات الجهاز ونجرب الحاجات العبقرية الجامدة جدا اللي بيقولوا عليها. خلونا كده نشوف بسرعة إيه الحاجات الجديدة اللي ممكن تلاقيها أول ما تفتح كرتونة آيفون 12. طبعا مش هقولك ان اول حاجة الكرتونة طبعا بقت حاجة غريبة ومخزية جدا لدرجة ان الكرتونة بتاعت علبة البسكوت اكبر منها. لما هتبص على الكرتونة كده لما تفتحها مش هتلاقي غير الكابل اللي موجود جوه، علشان نحافظ على البيئة وعلشان الكلام ده كله هتلاقي مجرد الكابل اللي بقى بيدخل في الجاك بتاع التليفون عن طريق حاجة عاملة زي التايب سي بتاعت الاندرويد. فكده انت مضطر لازم بكل الاحوال تشتري شاحن ابل الجديد. هتلاقي بعد كده مجرد علبة كتالوجات فيها كتالوج والدبوس بتاع درج الشرايح وعلامة واحدة لابل او ستيكر واحد لابل اللي كان موجود منه قبل كده جوه البوكس، كنت بتلاقي التلاتة واربعة، دلوقتي بقت واحدة عشان البيئة. وفعليا زي اي حد اشتريت الشاحن بتاع ابل اللي بياخد مدخل التايب سي. جبت الشاحن ده تقريبا بما يوازي بالمصري حوالي 300 جنيه او 350 جنيه، يعني اعتقد انك هتضطر تدفع على الكوست بتاع تليفونك ما يوازي 600-700 جنيه علشان تجيب شاحن جديد. اعمل حسابك على الموضوع ده واعمل حسابك انك من اول ما تشتري التليفون تشتري معاه الشاحن ده. نبدأ بقى نتكلم عن الايفون 12 اللي انا جبت منه اللون الاسود مجبر. ليه؟ لان اكتشفت ان الناس بدأت تشتري من الساعة 5 صباحا، كانوا واقفين الساعة 7 مفيش ايفون 12 برو، الساعة حوالي 10 مفيش ايفون 12، فاللي وقف بدري هو اللي اخد التليفون لو ما كانش حاجز. وطبعا اللون الازرق خلص اول حاجة وبدأ بعد كده يبقى موجود اللون الاسود. اول ما شفته فكرني دايركت بالايفون 5 تحديدا بالظبط، الجناب او الحواف الجانبية دي هتفكرك بايفون 5، معدن مطفي مط وظهر ازاز زي اللي كان موجود في الايفون 4S. انا بعرف دايما ان كل حاجة عادة سريعا كده بتبقى الموديل القديم بيرجع موضة، لكن ما كنتش متخيل انه يوصل في ابل ان هو كمان يرجع موضة. هو بالظبط عبارة عن ايفون 5 من الحواف وايفون 4S من الظهر. شكل الموضوع بقى شكله بوكسي او صندوقي كده اكتر، حواف حادة كده بقى الشكل حادة اكتر، مسكته مريحة جدا، الوزن تقيل جدا، مريح اكتر من الايفون 11 اللي هو اوريدي انا كان معايا بقاله فترة عشان الكاميرا معايا من ساعة ما نزل تقريبا الايفون 11. يمكن اللي متابع عارف ان انا كنت بشتغل بيه في حاجات بحتاجها تصوير كنت بشتغل بيه، فهو هنا وزنه اخف من الايفون 11 بكتير. دي اول حاجة هتلاحظها. الحاجة التانية مسكته مريحة اكتر من الايفون 11، يعني لما تمسك الاثنين في ايدك هتحس ان مسكته اكتر راحة من الايفون 11 بكتير. الناس كلها بتقول على موضوع الزراير، هنا الزراير مدفونة فمش بتحس بالزراير بسهولة. كنت في الايفون 11 بتحس بدوسة الزراير بسهولة شوية، فيها بروز وبتحس بيها، هنا لو ايدك عدت على الزراير ممكن ما تحسهاش من كتر ما هي مدفونة جوه جسم الجهاز. شكل الكاميرات من ورا هتلاقي نفس الايفون 11 هو نفس الايفون 12، مفيش اي اختلاف في الكاميرا. طبعا بيبصم بشكل مش طبيعي، اول ما بتلمس التليفون باي شكل بتلاقي بصمات، وده هوضحه لكم في الريفيو الكامل، هوضح لكم يعني قد ايه هو بيبصم، وبالذات اللون الاسود هنا شكل البصمات مش طبيعي لان الظهر ازاز، والظهر هنا في الايفون 11 كان ازاز بس هنا تحس ان هو يعني قابل للكسر اكتر. ده احساسي ان الازاز هنا قابل للكسر اكتر من الايفون 11، معرفش ليه الاحساس ده موجود، يمكن عشان اللمعة جامدة قوي فمديني احساس بالازاز اكتر قوي. الزراير موجودة كلها طبعا في مكانها. من اول الحاجات اللي هتلاحظ فيها اختلاف بين الايفون 11 والايفون 12 هو ان الشاشة هنا درجة نقائها عالية جدا، لان الشاشة عندك هنا في الايفون 12 OLED وكمان جاية Full HD Plus. في الايفون 11 كانت الشاشة مجرد ان هي شاشة IPS وجاية HD Plus، فدول اول نقطتين هتحس بيهم. رغم ان الريفريش ريت كمان مش عالي هتحس بسرعة
الحركه هنا سريعه، سرعه اللمس سريعه، لكن سرعه يعني مثلا تفتح ابلكيشن زي كده وتيجي تقفله، سرعه استجابه الابلكيشن في القفل انه يقفل بالاوردر اللي انت بتديهوله قليله، لكن التاتش بصراحه سريع جدا. فهنا اللمس كويس لكن استجابه الانيميشن الاوردر يعني قصه كده، مش هتحس بفرق قوي ولكن في فرق. يعني الناس عارفه ان انا مش ما بستخدمش ابل اصلا، ولكن انا بوضح لك انك هتلاقي فرق افضل من اي شاشه عاديه فيها برضو ريفريش ريت 60 هرتز، هتلاقي الموضوع هنا احسن شويه من الشاشه اللي فيها 60 هرتز. طبعا الكاميرا، مع تجارب الكاميرا لقيت اختلاف رهيب، ويمكن ده الاختلاف الرئيسي اللي لاحظته. اختلاف الكاميرا يا جماعه هعمل لكم فيديو عنه مخصوص، اختلاف الكاميرا هنا رهيب. مجملا طبعا الشحن هنا زي ما شفتوا الشاحن بيشحن شاحن 20 واط، يعني مش حاجه عبقريه قوي ولازم تشتريه من بره. يعني رايي في التليفون برضه هقول لك، انا سعر التليفون هنا في الامارات تقريبا النسخه ال 128 السعر الرسمي حوالي 16500 جنيه، ده السعر الرسمي اللي بتجيب منه من ابل او اللي بتجيب بيه من ابل ستور، 16100 16100 في الرينج ده. يعني مجملا اللي اقدر اقوله لك ان انا شايف ان هو مش دي القيمه اللي ادفعها في التليفون، ولكن هو ككاميرا هتاخد اداء كاميرا DSLR. تابعني علشان نعمل مراجعة كاملة ونعمل مقارنة كاميرات قوية بينه وبين ال11 وبين كاميرات تانية من الاندرويد، وده هقوله لكم في فيديو المراجعة الكاملة. بشكركم يا رب ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار تقدر تسيبولي في الكومنتات، واشوفكم فيديوهات جاية. سلام.